وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية. جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له خلال فعالية انطلاق المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. إن إحنا ممكن وحيسعدنا وإحنا مستعدين إن إحنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لأن هو فرصة كبيرة جدا ومنصة مهمة جدا إن إحنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جدا، مشكلة السكان مش بس. وكنت أتمنى إن برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظرة شاملة سريعة جدا عن موارد العالم هتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر، ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت إن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكثر من 1.5 مليار أو 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع أن تفعل أن يعني أنها تساهم في ده. فاسمح لي أقول إن إحنا يعني بأكد إن إحنا فرصة إن إحنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه.